نكبة لا تستطيع الكلمات التعبير عنها، النحيب وحده ما يبوح به المواطن عبد الله الخليدي، إذ فقد زوجته وابنتيه وولديه في التفجير الذي نفذته الجماعات الإرهابية على شاطئ جلدمور بالتواهي. الأسرة التي خرجت للتنزه سعيدة عصر السبت لم تعد إلى المنزل، بل عاد إلى العاصمة المؤقتة مسلسل العمليات الانتحارية. وهذه المرة كان جهاز مكافحة الإرهاب هو المستهدف من قبل جماعة داعش، التي تبنت العملية كما تبنت عمليات سابقة، أولاها قبل عامين في التواهي ذاتها باغتيال المحافظ السابق جعفر محمد سعد. ورغم تبني العملية من قبل هذه الجماعة، إلا أن الأهداف سياسية كما يراها مراقبون. الحادث الإرهابي أمام بوابة مكافحة الإرهاب هو يأتي بعد دقائق معدودة من زيارة مكتب أو موفدين مكتب المبعوث الأممي، وهي يعني محاولة لإفشال افتتاح المكتب. الحصيلة الإنسانية تزايدت شهيدين بعد إعلان السلطات الأمنية عن 5 قتلى وأكثر من 40 جريحا، جلهم من المدنيين. وهذه الثغرة الأمنية في مكان مزدحم بالسكان تعيد المطالبات السابقة بإخراج المعسكرات من المدينة ونقل المنشآت الحكومية المحتمل استهدافها إلى مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية. إخراج المعسكرات والمقرات الأمنية من داخل المدن السكنية في محافظة عدن هو مطلب شعبي، وتجد هناك مطالبة ومستمرة بهذا الجانب لتجنيب المدينة والسكان مزيد من الصراعات. نقدم التعازي لأسر الضحايا عن الحادث المؤسف الذي حصل بالأمس في مدينة التواهي، كما نطالب بتوحيد الأجهزة الأمنية وكذلك القيادات، توحيد القيادات وكذلك إنجاز الاتفاق السابق الذي يبرم بين القيادة الشرعية وقوات التحالف بإخراج المعسكرات إلى خارج المدن. توحيد الأجهزة الأمنية من المطالبات الملحة، حيث أكدت أحداث يناير المنصرم عن الانقسام الحاد في الجهاز الأمني وتوزعه بين قوى الشرعية والقوى الموالية لدولة الإمارات، الأمر الذي انعكس سلبا على الأداء الأمني، رغم مضي المحافظة في تطبيع الحياة المدنية متحدية كافة المعوقات. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.